طبعا نحن حاليا بفضل الله موجودين في المخازن المخصصه لتوزيع الاعلاف. الكميه هذه تم توريدها لصالح اللجنه الفرعيه لتوزيع الاعلاف بريد المرج، يتم توزيعها على المربيين تخفف عن كاهل المربي اعباء تربيه الاغنام والابقار وغيرها. طبعا تم توريد الكميه هذه عن طريق مجلس استقرار بنغازي بإشراف اللجنة العليا لتوزيع الألاف. الكمية اللي وصلت لبلدية المرج 19750 قنطار. المستهدف هي شريحة المربين داخل البلدية بواقع 7 كيلو للأغنام، يعني الشاة 7 كيلو، الأبقار وما في حكمها من إبل وخيول تستهدف ب 15 كيلو. طبعا ما ننساش دور قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية المرج، هو اللي قام بالحصر في الفترة الأولى، وتم اعتماد حصر 2019 وضافوا حصر 2023 عن طريق القطاع، وقاموا مشكورين بإحالة كشوفات لنا بعد اعتمادها، وبناء على الكشوفات هذه تم توريد كمية الأعلاف هذه. الكمية الجاية حسب كل مربي كم عنده، يعني أنا نطمن جميع المربيين داخل بلدية المرج أن الحصة الخاصة بالمربي موجودة، مش حيتم التصرف فيها، لأن طبعا التوزيع حسب تعليمات اللجنة العليا مستمر ما يقارب الشهر. ونتمنى طبعا أن يتم الدعم المستمر، لأن الشريحة هذه مهمة، والزراعة والثروة الحيوانية في منطقتنا تعتبر عمود فقري وأساس اقتصاد المنطقة هذه، فلو ما تمش دعمها حتكون مشكلة كبيرة بالنسبة للجميع، يعني مش غير شريحة المربين، لأن تنعكس ارتفاع الأسعار زي ما نشوفه توا الأضاحي، ونحن مقبلين على عيد الأضحى، نسأل الله أن يباركنا فيه والأمة الإسلامية جميعا. لو ما تمش دعم الشريحة هذه حتحدث مشكلة تؤدي لارتفاع الأسعار، فنحن من هنا نطالبه باستمرار هالدعم، وإن شاء الله تعالى يستمر. يعني واللي نحب نقولها نشكر لجنة الاستقرار اللي جابت الأعلاف للمربي وبذلوا جهد، ونشكر اللجنة اللي توا قائمة وشفناهم يشتغلوا بإخلاص، سواء لجنة التوزيع أو اللجنة الإعلامية، قايمين بواجب وما قصروش مع حد. لكن اللي نبي نقولها أن المفروض الأعلاف اللي تجي من الدولة أنها تجيبها بأرخص الأثمان. ليش أرخص الأثمان؟ لما تكون رخيصة المزارع بعدين ما عادش يقول أنها دفعت أكثر، والشاه اللي هو يربي فيها ما يقعدش يدفع فيها مبلغ كبير، ولازم تكون ثمنها أقل من الآن السعر الموجود الآن، وما عندهاش عذر إنه يغلي. هذه واحدة. الأخرى توا الناس البسطاء ما قدروش حتى على العياد، العيد توا ألف إلا أو ألف ويش، فواللي بيشري لحم توا أو في الفترة الماضية طاق قريب 60 دينار. المطلوب من الدولة أنها تلفت النظر للمواطنين والناس اللي يربوا في الحيوانات، سواء المواطن أنك توفر له سلعته أو المواطن اللي يربي الحيوانات وما يدفع فيها ثمن واجد ويقدر أنه يبيعها بالثمن اللي هو اعتفرض حتى الدولة. هذه من ناحية. الناحية الأخرى الأعلاف هذه لازم ينظروا لها نظرة خاصة، ولازم أخرى هذه نحكي للدولة أو لجنة الاستقرار لازم ينظروا المزارع اللي عنده أرض زراعية، وسواء المملكين سابقاً أيام بشير جودة، بشير جودة عطاهم جميع احتياجاتهم، والمزارع توا المزارع تم في خلل. ليش في خلل؟ لأن الأعلاف للحيوانات ما عرفش كيف يشرين تمت غالية، ولكن توا الحمد لله فيه خطوة كويسة ماشية، والبذور حتى هي تمت غالية، لازم يوفروا البذور وسماد وأدوية وغيرها. كمية الغنم اللي نمسزلها 524 وبقرتين، عطوني 37 قنطار. الكمية هذه تسد 7 أيام، يعني العاجة كيلو ما تسدش الشتاء كله، هذا ما يصيرش منها كذا.
يعني الكميه المضبوطه المفروض 500 قنطار، 500 العاجه و24 المفروض 500 قنطار. نشرب فيها من برا ب 130، وهنا اخذينها ب 108 كويسه، يعني كان تمت كل شهر 15 يوم يجيبوا الكميه هذه كويس. لكن احنا ما تجي لها بعد وين، يعني بعد في العام تجي مره ولا مرتين، يعني ما تديش الحكومه نبغى تستمر معنا تدعمنا كل بعد فتره تعطينا يعني اقل حاجه 50 كيلو. الشيء 50 كيلو كويس، يعني في العام 50 كيلو كويس. خمسة جرام 15 يعني 30 كيلو.